دكتور جويل معنا عبر زوم اليوم. صباح الخير دكتور. أول شيء نحن اليوم موضوعنا مثل ما حكينا هي عن الجروح والحروق بوقت الطوارئ، كيف ممكن نتعامل معها إن كان بتدخلات داخل بيوتنا أو تدخلات وقتها لازم نروح على الطوارئ ونتعامل مع الأدوية اللي هي مش موجودة ببيتنا. أول شيء خلينا نحكي عن أنواع الجروح اللي ممكن يتعرض لها الإنسان، من وين لوين، يعني من أقلها لأخطرها. هلا الجروح فينا نقسمها حسب قد ايه غميقه بالجلد، وحسب كمان اذا في جروح بيقولوا لها نظيفه، يعني انجرحت ب مثلا شيء نظيف، بالعاده هذه بتكون باوضه العمليات عند الحكيم، ام الجروح الملوثه يعني انجرحت بشيء ملوث، في تراب، في شيء انه مواد اللي بده كيميائيه. كزاز، قصدك يعني اللي بده كزاز بده يكون انجرح بشو؟ بحديد، بتراب، اللي بإزاز؟ بده يكون انشرح بشيء ملوث، يا بصدأ يعني حديد مصدى، يا بتراب نعم. يعني الأدوات الملوثة، ويكون الشخص منه أخذ طعم الكزاز صار له أكثر نعم من 10 سنين. بس الأطفال ممكن تقع بجنينات وتنجرح وراح تقع على التراب، يعني هل كل وقعة تراب بدها إبرة كزاز؟ إجمالا الأطفال بيكون الطعم اللي بياخدوه محميهم، فما في لزوم ياخدوا إبرة كزاز كل مرة. اوكي، طيب هون اذا فينا نحكي شوي عن طرق العلاج لهالجروح هيدي، منين بتبلش؟ من البيت، واي متى لازم تنتقل للطوارئ؟ خلينا بس نرجع على الانواع حسب نعم الغمق. نعم انا اول شيء الخدوش اللي بتجي الطبقه السطحيه بالجلد، هذا اقل شيء خطوره، يعني بيكون بس مثل الجلف بنقله نحن بالعاده. نعم في الجروح اللي بتبقى اغمق بس بعدها بالجلد، يعني ما بين عضل، ما بين عظم تحتها، هذا المزق بيكون، نعم هذا بيكون اغمق. كل شيء تحت الطبقه السطحيه بالجلد هذا احسن يكون يتقطب. بعدين عنا اللي بيكونوا بعد اغمق، يعني مثل قطع بالجلد بيصير مبين تحتهم العظم ام العضل، يا حتى بيكون في اوقات قطع كامل. واخر شيء عندنا النوع بيكون ثقوب، هذا اذا الثقوب بشيء حاد يعني مسمار، حديد، ام شيء، هذا السبيشالتي انه الشيء الخاص فيه انه هذا احسن ينترك مفتوح، يعني ما يتقطب ما يتسكر كثير بس يتغطى. ايوه اوكي، طيب بأي طريقة منعالجه؟ كيف بيتنظف؟ في قبل كنا نفكر بالدواء الأحمر أو الإيوزين، ما بعرف شو بسموه، أو البيتادين، يعني بعدين مع الوقت صرنا نعرف إنه لا مش لازم نحط هالقصص كلها، لازم تنظف مي وصابون. خبرينا شوي عن هالشائعات الخط أو شو الصح. هلا أول شيء مفروض الجرح الخدش ما كثير رح يكون عم ينزف، الجروح الاغمق معقول تكون عم تنزف. فاول شيء بنعمله اذا في حال في نزيف بنكبس على الجرح، بنضلنا كابسين فينا نكبس لحد 10 دقائق ليوقف الدم. هذا اول شيء بدي نعمل، قد ما فينا ما كثير يعني نغسل ايدينا قبل ما حدا يدق بالجرح، وما كثير ندق بمنطقه الجرح، يعني نضلنا قد ما فينا المنطقه تبع الجرح تمتلك، ما كثير نتعامل فيها بالايدين. من بعد ما يوقف النزيف او من بعد ما ينضغط بدنا نغسل الجرح منيح بمي مي وصابون، وقد ما فينا تكون المي اللي هي نظيفه. اذا بنطلع اذا في شيء معقول بقلب الجرح حسب بشو انجرح، يعني بنتاكد انه ما في جسم غريب، ما في شيء معقول يلوث الجرح، وبهذا من بعد هيك بنرجع حسب غمق الجرح، يعني بنحط كريم انتيبيوتيك، مش نعم. كريم، هو بيكون احسن يكون الاوينتمنت، يعني اللي مثل الزيت مثل يعني الفازلين، ترانسبيرنت يكون، نعم مزبوط، نعم ينحط، لانه الجرح مفروض يضل في رطوبه، يعني محمي برطوبه، ما ينشف على الاخر مثل ما اعتقدت المفكرين انه اتركوه ينشف، بده يضل درجه الرطوبه عليه ليختم مزبوط. نعم. واحسن حال الجرح يكون مغطى حتى ما يلقط التهابات من برا. هلا أحسن شيء يتغير مرة بنهار الجرح، بس إذا ما في وصول لتغيير كل يوم، كل يومين أم ثلاثة فينا نغيره، بس مهم إذا الجرح ما يجي عليه مي من برا، نعم يعني ما يكون رطب من برا، يكون في عليه الفازلين أم الأنتيبيوتيك الأوينتمنت ليضل مرطب الجلدة،
ويضل مغطى. فازلين يعني في يحط الواحد فازلين فازلين يعني بدون بس الفازلين ما في دواء التهاب بقلبه. هلا مش جروحة بتعوز دواء انتبيوتيك يعني الجروحة هي فينا بس نحط فازلين. هلا بنحكي اذا شو علامات الالتهاب. هلا البيتادين بالعاده اذا ما لنا شيء يعني في عالم بنطفوا الجرح ببيتادين بيطهروه فينا بس البيتادين اهم شيء يتغسل كثير منيح عن الجلده ما يبقى على الجلده لانه وقتها يبقى استعماله المتكرر ما فينا نستعمله يوميا بيعمل التهاب الجلد ببطل يختم الجرح مظبوط. ليش بيتعود يعني بيتعود الجلد على البكتيريا الموجوده بتتعود على هذا الدواء على البيتادين؟ مادة البيتادين بتعمل مثل تهيج بالجلد فبيصير في التهاب ببطل يختم بتعمل مثل اكزيما بالجلد. يعني يجب استعمال البيتادين بس فقط اول ما يصير الجرح مره؟ بدهم يستعملوا مي وصابون كافي بس اذا حدا بده يستعمل بيتادين ما في مي وصابون نضيف حده بده بيتادين يتغسل كثير منيح يعني ينشال منيح مضبوط من بعده. ينشال بشو؟ بمي؟ بمي يعني هو اثبت شيء مي وصابون. يعني ما له لزوم ينحط اصلا اذا بده يرجع ينشال، هيدا اللي عم نحكيه، نعم. طيب الدواء الاحمر باي حاله ممكن يستعمل؟ الدواء الاحمر كمان بنفضل ما يستعمل لانه ما بدنا ننشف الجرح. الحالة الوحيدة اللي بيستعمل إذا الجرح كتير عم بيطلع إفرازات نعم ساعتها معقول نستعمله لينشف شوي بس أكثر من هيك يعني ما بدنا الجرح يكون لا كتير ناشف ولا كتير عم بيطلع إفرازات فبدأ يكون يعني رطب كفاية حتى يكون مزبوط أوكي. بس غير هيك الدواء ما مفروض يستعمل كمان إذا عمل الجرح قشره ما احسن ما تنشال لانه هيدا يعني بصير عم يختم الجرح تحتها مثل بتحمي الجرح حتى يختم تحتها مزبوط. نعم، باي حاله لازم التوجه للطوارئ؟ اذا ما توقف النزيف بعد 10 دقائق كبس يعني ضل النزيف ماشي، اذا لا سمح الله صار في قطع لشقفه من الجلد مزبوط، ام اذا في حال بعد ما عملنا الاسعافات الاوليه بيوم يومين بلشوا يحسوا انه في علامات التهاب اللي هن حراره اذا الجرح بلش يفرز مواد صفراء ام خضراء كثير اذا احمر الجرح ام بلش يورم حواليه كثير ام اذا انوجعوا بطريقه زايده يعني كان الوجع كثير قوي ما بينحمل ساعتها هون المفروض يتوجهوا دغري على الطوارئ. نعم على كل انا خلص وقتي بس في عنا موضوع الحروق والامراض اللي ممكن يلقطها الانسان اذا انوجد بملجا او اذا انوجد باماكن مكتظه او باماكن منا نظيفه كفايه شو ممكن ينصاب باي امراض جلديه او امراض اخرى. هالموضوع رح ننقله للاسبوع الجاي ان الله رضى. اوكي شكرا لك دكتور جوال بنشوفك بالاستوديو الاسبوع الجاي بحلقه جديده من جوا وبرا.